سؤاشة تضبعت وحليه سائل كان والدك يا بنتي هدان مرة والله سبقة عن بحيرة سبقة عن محمي يسوع قاري هاي وح أجر ما كلها هي بس أسقون بي أجر ما قلنا سائل قاري سا الحمد لله أجر بكلها قفكو ودي قف الصدقة السيئة أجر بالله هذا والدك الصدقة أجرك يا ثواب هذه سنة برغا إحسانك أهد سمايسي هذا أجر بالله نبع أصلا تصارت كله بينا براي قف رالك وكام غرمك الدعاية نيسو إله خيرسي إله بدباني ملك بعدها يا ولك بمثل أنا أنت كل الله بسي إله خزائن تيسي ديق دي السنة بفر بضان تهاي يوم الأمات مركب فضل قيلة يحبون لي من ميسا سو ماذا نرى قفك اللي يقص ومن قفك يفضي مثل أجري يقولي لكن أجري كي كاو حبون لي من ميسا هذه من الصدقة لها كبح السي والدك أجر كي دي والدها أكبح السي مركز السجرة ثوابك وهذه السي وحيلي يا يوجيها رايا ولذلك حكتد الصدقة الله سيئة أي لابن الله بطاي أجر كي نبع سنة زينب رضي الله عنه وضع أم مرات عبد الله بن مسعود مركي حولا إلا بحيسي ولي أني عرضت على أباها صدقة يمون نقول أن السيئة كري لا نبلغ ويديه نويت تسوي ويديسي كان صاحب نبع بن مسعود فنتي واحد تذكر على صدقة الله سيئة وحل صدقة صدقة الرحيم كي حكت الله سيئة صدقة وصلة ولا الأجر صدقة ويكوتها هي صلة الرحم ويكوتها تم والد كاد كصدقة هيسي والد كاد كو وحق من ربنا رحم كاد انا ودوا صدقة ويكوت هاي صلة الرحم يا والدنا ويكوت هاي كاجر كاد والد لا هاي صلاة وقبة هاي شوط هذا اجر هذا هي الميسي ما اجر ولا توفيق جزاك الله خير الجزاء الشيخ علي ادون ما سنتهي وقتك يا سقيناها بضل نصر ورتي